السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير عليكم، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، وجميع الحيوانات ديالكم اللي عندكم في الدار يكونوا بخير وعلى خير. المهم الدراري، اسمحوا لي على التعطيل، هذه غير ظروف العمل. راك عارفهم الخوت، مع الخدمه ما تيبقى لك والو، ما تبقاش مسالي، حكا ندر الراس ما تيبقى لكش. المهم راه هادشي علاش حيدت انا نقصت كلبه واحده، بقى عندي غير الكليب باش نبقى مهتم به، نخرجو ونكلو ونلعب معاه وكلشي، ما يبقاش ماشي بحال عندك جوج تيبقى عندك مبرزط. هادشي اللي كاين الخوت. ومهم ان شاء الله ما كاين دابا ان شاء الله غير الجديد من هنا لقدام. كيما شفتو معايا البارح الدراري عندي في الانستغرام، كيما شفتو عندي البارح شفت لكم داك ستوري ديال هنا موضوع بغيت نهضر لكم عليه، ولقيت لي ميساج بزاف على الموضوع ديال كيفاش نقاد الكلب الماكله، شنو نعطي الكلب ياكل، يا صغير يا كبير، شنو هما الروبات اللي خاصني ندير لي. اول حاجه قبل ما غادي نبداو هذا الموضوع، انا نخليكم بعد الانستغرام ديالي هنايا، يوميا في لي ستوري ديال الماكله، ديال الخروج، ديال الروتين اليومي انا وبروس، الروتين ديالي انا وياه يوميا، ومع الكليبات صحابو يوميا، الماكله ديالو والخروج ديالو تنخليهم في انستغرام ديالي اللي غنخلي لكم هنايا. اللي باقي ما مابونيش معايا فيها يتابونا معايا الدراري، مرحبا بكم، باش نكبروا العائله ان شاء الله، باش تزيدوا تدعموني، مابقاش فاشل، مابقاش فاشل بحال هكا الدراري، فشلت، ولكن ان شاء الله غادي نوضوا شي نوضه مزيانه. المهم بغا ندخلو في الموضوع، إلا بغيتي الكلب ديالك بعدا تبدا معاه وتشوف كان ضعيف وبغيتي تقاد ليه الفورمة ديالو، راه كاين شروط بزاف، يعني خاصك طريطي بعدا من الحناش، هو أول حاجة، الديدان اللي تيكونو عندو في الكرش خاصك ضروري طريطيهم منو. كاينين بزاف د البرادويات، كاينين الكيناج، كاينين الغبرة، كاينة البومادة، كل واحد باش كيطريطي. أنا غنقول لكم داكشي باش كنطريطي أنا، حيت داكشي لي كنبغي ليا أنا، غنبغي للعائلة ديالي. يعني انا كنخدم بكينه دول باك، هاد الكينه دول باك تتباع عند البيطاري دايره ب 25 درهم، 500 درهم باش دايره. الكلب كان فيه 10 كيلو كتعطيه وحده، اليوم ولا وتدوز 15 يوم وكتعاود تعطيه وحده اخرى، يعني الرابي كان فيه 15 كيلو كدير له كينه ونص، يعني يدوز الرابي 15 يوم كدير ليه عاوتاني كينه ونص. كان فيه 20 كيلو كتعطيه جوج اليوم، 15 يوم كدي تعطيه عاوتاني الرابي فيها عاوتاني جوج، يعني على حسب 10 كيلو 15 20 وانت تزيد. المهم تتبقى نتايا على حسب القوة الكلب اللي عندك، على حسب الميزان ديالو شحال فيه، فيه 10 كيلو، فيه 15، فيه 20، فيه 25، فيه 30، فيه على حسب. كاين اللي عنده الروت، كاين اللي عنده الكاني كورسو، كل كلب على حسب الميزان ديالو غاتمشي معاه في الطريق مو ديال كينة د الحناش. ملي كتسالي منو هاد الطريطمو هدا كتبدا معاه في الروبات ديالو، يعني بحال الشكل اللي تدخل شي واحد يتريني، في الايام الاولانيه تيكون ليه الماكلة عادية، ولكن من بعد ما تيبغي يقاد الفورمة تيقاد الماكلة ديالو هي الاولانية، تيقاد الوقت ديالو ديال الخروج، تيقاد الوقت ديالو ديال النعاس، والوقت ديال لاصال، ولكن لاصال تيبقى غير واحد النسبة غير شي 20% ديال 20% و 80% كاملة ماكلة، هي اللي باش كتقاد ديك الفورما. يعني الا كاين، انا غنقول لكم واحد لي روبا على حسب كل واحد والجيب ديالو، كاين اللي ميسر عليه الله غادي يعطي واحد الماكله ومن حقه يعطي داكشي كامل، وكاين اللي ما بحالوش راه يعطي، كاين عاوتاني غيعيش كليب ديالو الماكله زوينه ولكن داكشي بسيط. اللي عنده امكانيات راه تياخذ كروكات، ياخذ الكفته، هادي يعني انا نقول لكم لي روبا بزاف، مثال الروز غديروا مع الكفته، كاين على حسب الكلب واش غادي خص تعطي جوج روبات ولا روبا وحده. لكن انت كتعطي جوج روبات بحال مثال الصباح غتعطيه مثال الكروكات، بالليل غتعطيه الروز والكفته، لا غد ليه عاوتاني مثال الصباح الكروكات، لا غد ليه عاوتاني في الليل الروز. المهم الروز ضروري في اي روبا، مرة تخلط ليه مع الكفتة، مرة الجناوح، مرة السطيك ديال الدجاج، مرة دابا هذا الشيء تنقول لك بنادم اللي ميسر عليه الله. كاينين بزاف ديال الاكلات، كاين الروز مع الكفتة، الروز مع الدجاج، الروز مع سميتو، وهادشي ضروري دير معاه خيزو، القرعة، باربا باش الزغبة ديالو تزيان، مرة الباطي، مرة الباطي تخلطو له مع الكروكيت،
المهم الماكلات تتنوع عليه، ماشي ديما تتبقى عليه مثال البطاطا بطاطا بطاطا بطاطا، ضروري تتنوع عليه ديما. كاين عاوتاني الدراري اللي ما عندهمش امكانيات يقدر يمشي غير عند مول الدجاج، غير مول الدجاج عنده 4 ايام ماكله مبدله، الماكله ما كتشبه الماكله، غير هو الرز ضروري ميتها تتبقى غير وجبه وحده غتحطيه الرز، واليوم معاهم الرجلين، الرجلين غتحيد لهم الضفار، غتبقى هادي كتقسمها لهم هكا على جوج، كاين كليفات صغيورين تتعطاهم غير الصبعان، وهاديك الكسبه الطويله تتحيدها تتقطع غير الصبعان، تحيد منهم الضفار وتحطهم ليهم. ها هو اليوم الروز والرجلين، لا غد ليه الروز والجنيوحات، لا غد ليه الروز والريوس تتحيدهم من المنقار تحيدهم داك الريش، لا غد ليه الروز والكركاس، هادشي وانا هادشي كلشي الخضر، كلشي الخضر. يعني انا عشان قلت تطرق الكلب من الحناش ديما، مي غتدوز واحد الشرايين خاص تعاود عاوتاني تطرق مود الحناش، واخا كلبك ما فيهش الحناش غدير له تطرق مود الحناش. وبالنسبه المهم ضروري الخوت تطرق مود الحناش خاصو ضروري يتعاود الرابي، مي كتديرو في الاول المره الاولى وكديرو 15 يوم كتحسب من تما شي شهرين وكتعاود تعطيه، حيت ديما انت كتعطي الا كنت كتعطي الماكله خضراء ديما كتعطي الماكله خضراء راه ضروري خاصك تطريطي، ومن الاحسن الخضر غسلو مزيان وحط ليه داكشي ياكلو كيف ما كان الكفته. ضروري من الكفته ديال العود راه هي كتنفخ الكلب بزاف وكترد له الزغبه مزيانه وداكشي. والناس اللي متبعيني من برا اللي عنده السيطاج وعندهم الحلوف موجود راه مزيان ليهم، بحال كتعطي الكلب تعطي الكلب السلام وهو بحالو بحال داك الشكل. هم بالنسبه للناس اللي عنده يشري خنيشه الكروكات راه احسن ماكله، يكذب عليك الكذاب من غير هادشي، احسن ماكله هو الكروكات، يكون كروكات مزيان كتعطيه غير الكروكات بوحديته كتعطيه. شوف انت على حسب بغيتي تبقى مخلي الكلب في البوا اللي فيه هو كتعطيه تتقرا انت. المهم رايك خاصه الكروكات تكون مزيانه تيكون فيها الجدول النور تتقرا فيه على حسب الميزان ديالو شحال غتعطيه، بغيتي يبقى في ذاك البوا كنتي كتخرجو يتريني وداك الشيء، راه هادشي هو اللي مخير. اللي ما عندوش الامكانيات راه قلت لكم راه مول الدجاج جوج دراهم ديال الروز وجوج دراهم ديال الرجلين غيعطيك بزاف، جوج دراهم ديال هادي اللي ملي حدا السطوك اللي تيجيبو لك السطوك ديال الدجاج راه حلالات تكون موجوده، شدها بنادم وينقاو يديرها في الثلاجه ويبقى يعطيها له، الا كانت فيها شي ضربه يحيدها باش الكلب ما ياكل شي حاجه مسمومه، هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهذا الشيء هذا من مور هادشي من مور الماكله كتبقى عندك خاصك ضروري تخرجو باش يتريني يوميا تتخرجوا في النهار، تتخرجوا ضروري واحد السوايع ديال المكانه، تخرجوا يتمشى يتلعب معاه يا هادي، الا لعبتي معاه راه خاصك تزيدوا في الماكله باش ما يطيحلكش من القوا ديالو، كنتي ما تلعب معاه ما والو تتبقى محافظ عليه على ديك الماكله ديالو. المهم هادشي اخوتي هو المهم، قلنا الطريق مود الاولاني الكينه ديال الحناش، وقلنا الماكلات وضروري في اي ماكله اي روبات تشد خضراء قرعه خضراء القرعه الخضراء خضراء نيت تخليها خضراء ما طايبه ما مسلوقه ما والو، وخيزو خيزو تشدو حتى هو والباربا كتشدهم كتحكهم وكتخلطهم مع داك الروبا. وبالنسبه للناس اللي كتعطي غير الكروكيط بوحديته باش حيت الكروكيط تعطيه ناشف تياكلو الكلب تيولي شحفان تيولي تيشحفهم بزاف، يعني بالنسبه للناس اللي كتعطي غير الكروكيط مره يدير في حليب بيضاء، مره يشد الزيت ديال الطون ويرشو، مره السلمون ما عنده والو ما عندك والو من هذا الشيء هذا اللي غدير ليه، غير الماء غتشد بحال هكا ميتها بيدك وغترش غير شويه غير واحد شويه غترشو بحال هكا غادي يرطب داك الكروكيط وغتعطيه ليه. هذا الشيء اللي كاين اخوتي بالنسبه للكليبات الصغيورين، هذا الشيء ديال الروز والكفته تطلع به الكلب واحد شويه ما بيد ما يكبر، وكاين الكروكيط ديال الصغار عاوتاني الكلب واخا يكون عنده غير شهرين غتعطيه الكروكيط. وهادشي اللي كاين الدراري، وكنتمنى الفيديو يعجبكم وان شاء الله دابا غير البدايه، وقولوا لي خاص بغيتوا الفيديو الجاي ان شاء الله يتلاح باش نصيفطوا لكم الدراري. مرحبا على الرسول عين، واللي باقي ما ابونيش معايا يتابونا الدراري. بيس.